بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام عليكم متابعيني ومتابعاتي، حبايب قلبي، شلونكم، أخباركم؟ إن شاء الله كلكم خير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم، أتمنى يشتركون بيها، يفعلون خاصية الجرس، يضغطون على اللايك، وانطيهم قلب آني وأكون ممنونة منكم. متابعيني متابعاتي، حبايب قلبي، من زمان احنا ما مسوين مقلوبة، والبارحة بالليل يعني قلت لها الام اماني صدقين احنا صارج قد ما مسوين مقلوبة، ليش ما نسوي مقلوبة؟ وكل المواد يعني مالات المقلوبة عندنا موجودة بالبيت. ايه هذا الحكي كان بيش تعب 10:30 11 كنا نتعلل. قالت اي والله صحيح. قلت لها باكر العشاء احنا ما ناكل هالغدا المقلوبة المقلوبة. شوفوا نسحقة حبيباتي، كنت تتمنى تنتظر نسحقة مالتي وما اسحق، بس قلت يلا ما امسحها خطية. ها فقلت لها احنا ما ناكل، يعني قلت لك انت احنا ما ناكل المقلوبة بالنهار، يعني بالعشاء يعني احنا نسويها ويعني نتعشى بيها ما نتغدى بيها. هنا بعد ما قلينا الباذنجان، وطبعا انا وامان اثنيناتنا واقفين بالمطبخ، الباذنجان والبتيتة نقليهن، كملنا يعني بعد أم أماني خلت الصدر على مال دجاج بعد ما قطعته وخلته على الطباخ، وخلت عليه ماجي وشوية زيت، شوفن، وهسه راح تخلي 7 حبات مطحونة، هم بهارات هذه مطحونة، هم خلتهم كلهن لأن ما بقى بيه تشيز، كله قلت لها كله يعني خليه على شو أسوي بيه. فخلت التشيز كله يعني مال البهارات هذه محبات المطحونة فوق شو اسمه، وغطتهن حتى ينزل مية الصدر. هنا عاد تا أسوي طماطة بالدهن، لأن أنا لازم أخلي طماطة، كل وحدة وطريقتها حبيبات قلبي. يعني أنت شفتن بالبداية كنت مطلعة باذنجان وبتيتة وطماطة، يعني احنا نسويها هيجي، احنا طريقتنا هذه بالمقلوبة. جربنها قبل لا تحكمن علي، انا هيجي اسويها حبيباتي. هنا ام اماني قلت لها البصل كثير وشون يعني راح اخليها وكلوا ويا الطماطة، قالت لا راح اخلي لك 2 دوائر حلقات، وانا راح يتفلش ويصيرن كثيرات، وسوي الطماطة خليها فوقها. عاداني بعد ما ذبلن ما خليتهن ينحمسن حتى طعم يصير بيه مال البصل المحروق، من ذبلن خليت عليها الطماطة وماجي 2، أنا خليت تشيس وأم أماني خلت تشيس، لأن أني هسه بهالأثناء الكاميرا طلعت من الستاند أب بإيدي، لأن مكان الستاند أب مكان هاي الطاوانة خليها، فماكو مكان بإيدي، قمت أني أصور بإيدي. يعني لازم الموبايل فيديو اصور. وهذا الصدر شوفوا طلع المي مالته، اماني شالت المي مال الصدر مال الدجاج وخلته بها جدريه حتى تضيفه فوق التمن، من تطبخ التمن تقول حتى ينطي نكهه مالت يعني دجاج ويا التمن. شوفون حبيباتي هنا عاد هذا الطماطه بس تا شويه تذبل، ما اخليها تنحمس حمس زايد، بس تذبل ونطفيها. شوفن هذا همينة شو اسمه، راح تخلي عليه شوية مي، شوفهم أماني تقول حتى يعني لونه يطلع، ما أدري، المهم أماني عندها أفكار جهنمية، قالت لونه يطلع. إيه خلت عليه مي وبدأت تقلب يعني تا ينحمس. بهالأثناء جت ورد ورد جوري شنتي علينا، هي وعلوش ويوسف، قلت لها بتبته وين؟ قالت يما ابو بقى. قلت لها ما تروحون انتم، ما دام جيتوا احنا من زمان ما مسوين مقلوبه، والمقلوبه لمت العيله طيبه، ما دام جيتي ما تروحين. قالت لا احنا بس هيك فرق. قلت لها ما تروحين، هسه خابر ابو يونس اقول له ما تجي، تعال جيب يونس، اي جيب يونس وبتبته وتعالوا تعشوا. هم هنا علوش ويا يوسف ويا امه. المهم اني خابرت ابني وقال بعد شوية عود نجي. أنا عاد سويت طل، حطيت ورق زبدة بالجذرية وخليت الصدر مال الدجاج خليته
وبديت أصفطه تا ياخذ قالب، تا واحد يعني من يخليها بالصينية يطلع شكلها شكل القالب مال الكيكة. شوفن حبيباتي، والمفاجأة بالأخير. المهم حبيبات قلب الغاليات، هينهم أماني جت قابلتني تعاوني هسه. عاد خطية والله ايش راحت قالت كلهن نخليهن ونصفطهن تصفيط يعني، كلهن نخليهن. قلت لها شو اسمه الباذنجان لو البتيتي يعني نفس الشيء، هنا كلهن متقليات، خلي كلهن نذبهن سوا ونعدلهن نخليهن سوية. شوفن حبيباتي هسه عاد هذا الدهن، حتى دهن البي كله وأماني بإصبعها كله خرطته ونزلته بالجذرية. هنا عاد أماني جايبت لي جذرية، بس طبعا تمن ما متهديك أبد، ما متهدي يعني. أنتوا تقول متهدر، إحنا لا، إحنا نقول متهدي، ما متهدي تمن أبد. تاي تهدى ويا شو اسمه، ويا الحشوة هذه مالت المقلوبة. شوفوا أم أماني هي تخلي وأنا أعدل بالخاشوقة، ياخذ مكان وياخذ قالبته الحشوة من جوا ما تبين. شوفون حبيبات قلب الغاليات، أني أفرق بالخاشوقة وبالهذا. هنا عاد راح أفرغها كلها الطامة الطماطة. حبيبات قلبي لا تقولون هذا شو تسوون وما أدري شنو، كل وحدة وطريقتها، إحنا طريقتنا هيجي. بس لا يعني لا تعلقون تعليق سلبي إذا أنتم ما تجربون. طيبة والله، شلون ما سوونها هي طيبة. ف يعني كل وحدة وطريقتها بالطبخ. أنا وأماني هذا طبخنا هيك يعني، نسوي المقلوبة. والله هم الزمان أنا وياها هم ما مسوين المقلوبة، يمكن صارنا سنة ما مسوين المقلوبة أصلا، حتى ناسينها والله. بس عاد هالمرة قلت لها خلي نسوي مقلوبة بالليل، ذكرنا البارحة وقلت خلي باكر نسوي مقلوبة، واليوم سويناها المقلوبة. وجو بيت عاد ابني أبو يونس وتعشينا كنا أني وولادي وأحفادي وشنايني. أني يعجبني لمة العيلة كلهم يلتمون، يعجبني يعني حيل أحب. شوفن هنا عاد بعد ما استوت جت ورد قلبتها بالشسمة بالصينية، بس شنو ورق الزبدة لازق عليه لحم الدجاج، الصدر مال الدجاج. شوفوا هذا ورد قامت تتخطه وهيجي أنا بالخاشوقة. شوفن حبيبات قلب الغاليات، عاد شو اسمه كله هسه توزعوا على الصينية بالتساوي، وبعدين عاد يعني نوديه على مود العشاء نتعشى. متابعين متابعاتي ألف هلا بالمشتركين والمشتركات الجدد، نورتوا قناتي وهي منورة بالعتيجات والوسطانيات. حبيبات قلب الغاليات شكرا جزيلا لكم ولتعليقاتكم الحلوة، شكرا جزيلا لكم من كل قلبي، أشكركم حبيبات قلب الغاليات. هنا عاد راح نخلي شو اسمه الصينية بالهول يعني فوق اللايلون، وراح أخليه بالمواعين أني. كل واحد أنطيه ماعون يعني قدامه، خلي له ماعون. شوفوا حبيباتي، وأني يعجبني أكل بالصينية يعني، ما حبيت أكل بماعون وحدي. كنا هيك أحب لمة الصينية كلش حلوة تصير، ما أحب المواعين كل من يعني واحد وماعون. بس البعيدين اعطيناهم شويه يعني، الصينيه تدرون صغيره ما تكفي العالم سلتم عليها. فعاد كل واحد يعني وزعنا مواعين، البعيدين اعطيناهم مواعين، الجهال يعني اعطيناهم كل واحد معون اللي غاد. شوفون حبيبات قلب الغاليات، هذا كان عشانه والله العظيم، كان شقد طيب. تمنيتكم ويانا والله وسهمكم الف عافيه. حبيبات قلب الغاليات متابعين متابعاتي، لا تنسون الفيديوهات القصيرة من أنزلها، تشاهدوني وتكتبوا لي تعليق أو تنطوني لايك همينة ما يخالف. وأشكركم، إلى هنا وصلنا نهاية الفيديو حبيبات قلبي، وإن شاء الله بس ما قلت لكم يمكن تمنيتكم ويانا والله وسهمكم ألف عافية. أشوفكم فيديو جديد آخر حبيبات قلبي، وأقول لكم مع ألف سلامة.